أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. في مطلع كل أسبوع نتساءل، ماذا سنفعل خلال هذا الأسبوع؟ والآن سنتعرف إلى الإجابة. أما في الحصة التالية سوف نبدأ بسورة الحجرات، وهي التي تبين وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله والتأدب معه وتوقيره، وحذرت من تصديق الأخبار قبل التأكد من صحتها. ولا بد أن يعرف الطالب أنها سورة مدنية، وأنها سميت بالحجرات لذكرها قصة مناداة وفد بني تميم لسيدنا محمد بصوت مرتفع من خارج بيوت أزواجه أي حجراتهم. سوف يبدأ الطالب بقراءة الآيات الكريمة قراءة واضحة، ثم ننتقل إلى التعرف إلى المفردات والتراكيب. بعد ذلك نتعرف إلى الموضوعات العامة الواردة في الآية، ثم ننتقل إلى أهم الموضوعات وهو وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله والتأدب معه. إذ إن الله سبحانه وتعالى خاطب في الآيات الكريمة المؤمنين كافة والمؤمنات بوجوب طاعته، وأمر بعدم التعجل بالحكم على الأمور قبل أن يأمر الله تعالى ورسوله بذلك، وكذلك حذر من تقديم الأهواء على حكم الله تعالى ورسوله، وأمر بتجنب مخالفة أمر الله تعالى ورسوله، وأمر كذلك بتوقير النبي واحترامه وتقديره والتأدب معه، وتجنب رفع الصوت عند الحديث معه، ونهى نهياً عاماً في هذه الآية عن أن يخاطب الرسول كما يخاطب الآخرون، فمن التزم بهذا الأدب نال مغفرة من الله تعالى. وأن وفد بني تميم قدموا من خارج المدينة وأخذوا ينادون الرسول من خارج بيته بصوت مرتفع، يا محمد يا محمد اخرج إلينا. بعدها مباشرة نزلت هذه الآية الكريمة من باب تعظيم الله تعالى لنبيه محمد. في هذا الدرس عزيزي الطالب سوف تتعرف إلى معجزات الرسل عليهم السلام. بداية سوف تعرف أن المعجزة هي التي أيد الله تعالى بها رسله لتدل على صدق رسالتهم وصحة دعوتهم، ولتكون سببا في هداية كثير من الناس إلى الإيمان بالله تعالى. في هذا الدرس سوف نتعرف إلى مفهوم المعجزة، وأنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يؤيد الله تعالى به رسله ليكون دليلاً على صدق رسالتهم. علي، إحنا عندنا كتب وبعد أن تكون عزيزي الطالب قد تعرفت إلى مفهوم المعجزة، لابد أن تعرف أن هناك العديد من المعجزات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها الرسل بما يناسب أحوال الأقوام التي نزلت فيهم. فمثلا معجزة سيدنا صالح، إذ أن الله سبحانه وتعالى أيده بمعجزة الناقة، بينما سيدنا إبراهيم أرسل الله تعالى سيدنا إبراهيم إلى قومه وأيده بعدد من المعجزات، منها نجاته من النار العظيمة التي ألقي فيها. كذلك معجزات سيدنا موسى، الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا موسى إلى فرعون وقومه وأيده بمعجزات عديدة، منها العصا التي تحولت إلى أفعى عظيمة، وهذا بالإضافة إلى معجزة سيدنا عيسى عليه السلام، إن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى بني إسرائيل، منها إحياء الموتى وشفاء المرضى، وهذا بالإضافة إلى أنك سوف تتعرف إلى العديد من المصطلحات كالأكمه والأبرص. وفي نهاية الأمر سوف نتعرف إلى أهم وأعظم معجزة، وهي معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها انشقاق القمر
أما معجزة القرآن الكريم فهي المعجزة الكبرى التي أنزلها الله تعالى لتكون خالدة إلى يوم القيامة. بعد ذلك سوف تتعرف عزيزي الطالب إلى الحكمة والأهمية من المعجزات، إذ إن الله سبحانه وتعالى أيد الرسل بالمعجزات لحكم عديدة، منها صدق الرسل في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وصحة ما أخبروا به الناس عن الله، كذلك لإظهار وبيان قدرة الله تعالى، فعجز البشر عن الإتيان بمثل هذه المعجزة دليل على عظمة الله تعالى. ثم ينتقل الطالب إلى حل أسئلة الدرس في نهاية المطاف.